جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن تكرم كل من تطوع في إنجاح أكبر مهرجان عائلي مسيحي على مستوى المملكة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. كرمت جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن الجهات الداعمة والمشاركة والمتطوعين في مهرجان وتد الذي أقيم في أيلول الماضي على مسرح الأرينا في جامعة عمان الأهلية. حضر حفل التكريم الهيئة الإدارية للجمعية وعدد من الآباء الكهنة وراهبات وشخصيات رسمية وعامة وجمع كبير من الكشافات والشبيبات الذين شاركوا في المهرجان. بدأ الاحتفال بقراءة من الكتاب المقدس مع الأب عماد بواب وصلاة مع القس فائق حداد، ومن ثم تلاها كلمة شكر من الأب الدكتور إبراهيم دبور رئيس الهيئة الإدارية، حيث شكر كل من أعطى وقته لإنجاح المهرجان وقال: أنتوا يا شباب، أنتوا الدم بتاع الكنيسة، أنتوا الدم بتاع الكنيسة، الكنيسة بدانكم ميتة، احنا منروح، احنا وصلنا لعمر منروح، لكن انتوا اللي راح تحملوا هاي المسؤوليه وتبداون من الان. والوتد هو الذي يمسك الخيمه، والخيمه هي جمعيه الكتاب المقدس التي تجمعكم جميعا. فتحيه لهذه الجمعيه، تحيه اليكم، تحيه لكل القائمين فيها، وتحية أيضا لكل من عمل من أجل إنجاح هذا المهرجان العظيم. وفي كلمة للسيد منذر النعمات الأمين العام للجمعية رحب بالحضور الكريم وشكرهم على ما قدموه للمهرجان الذي وحد الجميع في لقاء واحد دعاه بلقاء الوحدة واليد الواحدة، وقد صرح بكلمته بأن المهرجان سوف يعاد كل عام كتقليد سنوي. كل الكنائس ساهمت بكل محبة وبكل بصراحة كرم من عندهم حتى أنه هذا المهرجان يكون ناجح ويخرج بهاي الصورة. فأردنا اليوم أنه نجتمع بحديقة جمعية دار الكتاب المقدس، واللي بنعتبر أنه هذا المكان وهي الجمعية هي جمعية لكل شخص موجود على الأرض الأردنية. بنرحب في الكل، إن كان في تطوع وإن كان بخدماتنا وإن كان بالبرامج اللي إحنا بنقدمها، وبالأخص بمناسبة هذا اليوم بدي أشجع أنه صبيانا وشبابنا وكل الفئات العمرية حتى مرحب فيهم لأي عمل تطوعي ولأي مشاركة مساندة لبرامج دار الكتاب المقدس. وفي لقاء مع النائب السابق جميل النمري أشاد بدور جمعية دار الكتاب في الأردن التي رعت هذا المهرجان الباهر والذي أصبح معلما أردنيا بارزا في الحياة الكنسية الواحدة. فاستحق اللي اشتغلوا في هذا المهرجان التكريم، المؤسسات والجمعيات وأيضا المجموعات الفنية وأيضا الأفراد اللي عملوا بجهد كبير خلال شهرين فقط لإنجاح هذا المهرجان اللي أمه أكثر من 10,000 شخص وكان نجاحا باهرا. وبالتأكيد هذا المهرجان تحت رعاية جمعية الكتاب المقدس سوف يصبح معلما أردنيا في الحياة العامة والحياة الاجتماعية الأردنية. كما كرمت الجمعية مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلا بالدكتورة باسمة السمعان على التغطية الإعلامية المميزة في نقل وقائع المهرجان على الهواء مباشرة بالصوت والصورة. وفي ختام الحفل وزعت الدروع وكتب الشكر والتقدير على المشاركين،
واختتم التكريم بحفل استقبال في حديقة دار الكتاب المقدس. يشار بأن مهرجان وتد يعتبر أول لقاء عائلي مسيحي نظمته جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن بالتعاون مع كافة الكنائس المحلية، وقد حظي باهتمام محلي وعالمي. ليكون فرحي كاملاً فيهم.